واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210. 210 سكتش في النوتة، وفي زيهم ما لا يقل عن 100 كمان على الإلستريتور رسمتهم وانا بعمل الديزاينز دي، وكل ده في شهر واحد بس. خلينا نتكلم عن فبراير. كلنا كمصممين او رسامين او فنانين او انيميترز او يعني الناس اللي شغاله في المجال الفني بشكل عام او اعتقد في اي مجال تاني حتى، كتير مننا بيجي عند مرحله معينه بيلاقي نفسه بيقول انا عايز اتطور، انا عايز احسن مستوايا، انا عايز اتعلم حاجات جديده، بس المشكله انه احيانا ما بيكونش عارف ايه الحاجه اللي المفروض يعملها علشان يتنقل لمرحله جديده او يحسن مستواه او يتطور وهكذا. فالنهارده هنتكلم عن طريقه من الطرق اللي ممكن تساعدك في حاجه زي كده، والحقيقه انا ما لقيت لهاش اسم علمي يعني، فمجازا هنسميها ديلي روتين، وهي فكره ان انت تعمل حاجه معينه بكثافة في فترة زمنية محددة، وليكن مثلا ان انت تعمل نفس الحاجة كل يوم لمدة اسبوع او شهر او اكتر او اقل على حسب الحاجة ليك يعني. طيب علشان نشرح حاجة زي كده هنتكلم عنها في 3 نقط، وعلشان برضو الموضوع يكون عملي اكتر فانا هشرح الثلاث نقط دول من خلال تجربتي مع فبراير. فبراير AKA حبر فبراير هو تحدي للديزاينرز والخطاطين والتايبوغرافرز والكاليغرافرز او اي حد مهتم بالخط العربي بشكل عام، حتى لو رسام مهتم بالخط العربي. فكرة التحدي ان بيكون فيه جدول كلمات على مدار شهر فبراير، كلمة كل يوم، والمطلوب من اللي هيشارك في التحدي ان هو يمشي على الجدول ده بحيث يعمل ديزاين او مخطوطة كل يوم على مدار الشهر كله، بحيث ان هو يكون طلع في الاخر باكبر عدد ممكن من الديزاينز. ده كده فكرة فبراير باختصار. خلينا بقى نرجع تاني لموضوع الديلي روتين ونشوف ايه الثلاث نقط اللي قلنا عليهم من شويه. اول نقطة هي فكرة التكرار، واللي كانت معايا من خلال ان انا كل يوم مطالب ان انا افكر في ديزاين جديد، فاللي اتكرر معايا هو عملية التفكير في ديزاين جديد كل يوم، وده وصلني لفايدتين. الفايدة الاولانية هي فكرة الاتقان، ان انا اتقن طريقة التفكير. فاول يوم كنت بقعد فترة طويلة افكر في الديزاين، تاني يوم الفترة دي بتقل، تالت يوم بتقل، لحد اخر يوم عملية التفكير في الديزاين وقتها بيقل، وده منطقي لان انت لما بتكرر حاجة اكتر من مرة بتتقن طريقة عملها، وده نوعا ما بيزود معدل الانتاج شوية. الحاجة التانية واللي تعتبر عكس الاولانية شوية هي فكرة تكسير الحواجز، لان طبيعي لما تيجي تكرر حاجة كذا مرة ورا بعضيها ورا بعضيها ورا بعضيها بتوصل لمرحلة ان خلاص الافكار خلصت، المنتج اللي بيطلع مش مختلف كتير عن اللي قبله. وفي حالة فبراير المفروض ان في ديزاين بينزل كل يوم، المفروض انت بتحاول توري الناس ان انت بتشتغل وبتبذل مجهود في فبراير، تلاقي ان المنتج اللي في الاخر بيطلع نفس المنتج بتاع اليوم اللي قبله او يعني اليوم اللي قبل اللي قبله او اللي قبل اللي قبل اللي قبله. تكرار طريقة التفكير ساعدني ان انا قررت بما فيه الكفاية اكسر بقى الحواجز واعمل حاجات ما كنتش بعملها قبل كده. في حاجات ببقى متعمد ان انا اعمل فيها افكار جديدة تماما، بستخدم فيها الوان ما استخدمتهاش قبل كده، خطوط مشخبطة وحاجات ما كنتش بعملها قبل كده، كيرفات وتكوينات جديده عليا، وده كان بيساعدني ان انا اتطور واكتشف حاجات جديده في نفسي كديزاينر. النقطه الثانيه وهي الالتزام، طالما قررت ان انت تستخدم الاسلوب ده علشان تتطور فانت لازم عليك انك تلتزم، وهنا اللي اقصده الالتزام بالوقت، ان انت مطلوب منك تعمل حاجه في وقت معين لازم تعملها في الوقت ده، وده بالتبعيه هيخلينا نقول قليل دائم خير من كثير متقطع، او برضو نقول done is better than perfect، ان انت تعمل حاجه صغيره بس تعملها كتير 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 فايده الحاجه دي في المجمل على المدى البعيد هتكون اكبر، وكمان ان انت تعمل الحاجة وتخلصها ايا كانت جودتها احسن بكتير من ان انت تقعد تجود في الحاجة وما تعملهاش او ما تخلصهاش في الاخر. وده في فبراير بصراحة كان سهل شوية لان كلنا مراعين ظروف بعض، ان احنا كلنا مطالبين ان احنا ننزل ديزاين كل يوم، فلما كان ديزاين بيجلي كده او ينزل ديزاين يعني مش ولا بد او يعني ديزاين مستوى عادي او ما فيش حاجة جديدة، الناس كانت بتراعي بعضها يعني، دي كانت نقطة كويسة في الشغل يعني، وكانت مساعدة في حتة ان انت تلتزم اكتر. ونيجي بقى للنقطة الثالثة وهي التقييم او القياس او مراقبة التطور، وده الحقيقة حاجة مهمة جدا يعني. انت لو بتعمل اي خطة او بتعمل اي او حاطط لنفسك اي هدف معين عايز توصله، طبيعي لازم تحط مراحل كده في النص تراقب فيها انت وصلت لحد فين من الهدف اللي انت عايز توصله، انت اتطورت قد ايه. بالنسبة لي انا في فبراير مثلا كنت بشوف كده ايه بعض مثلا كل 3 4 ايام افتح اجيب الديزاينز من الاول خالص من اول الشهر واشوف بقى تطور الديزاين كان عامل ازاي، الحاجات الجديدة اللي جربتها اثرت عليا ازاي، وردود افعال الناس كانت بتخليني اتغير او اعمل ايه في الديزاينز اللي بعديها. لو لقيت ان حصل تطور سريع ده بيشجعني جدا ان انا اكمل على التطور اللي انا فيه، لو حسيت ان التطور لا بدا يبطا تاني، المعدل اللي انا بتطور بيه بطيء، ببتدي اشد على نفسي جامد علشان اتطور اسرع او اوصل للهدف اللي انا عايزه بشكل افضل يعني. انا واحد من الناس مثلا فبراير دي فرقت معايا جدا في مستواي، اللي هو انا حسيت ان انا ايه دماغي كده مره واحده
عملت كده. كنت بفكر في حيز ضيق جدا ومحبوس جدا، وبفضل الله يعني الدنيا اتفتحت مره واحده وابتديت اعمل ديزاينز كتير. لو حابين حتى تشوفوا الديزاينز اللي انا عملتها خلال شهر فبراير، هسيب لكم اللينك بتاع البروجكت بتاعها على بيهانس، او اللينك بتاع الاكونت بتاعي الجديد على انستجرام. يعني عملت اكونت مخصوص كده للديزاينز، فتقدروا تتفرجوا على الديزاينز هناك. هكون مبسوط جدا تتفرجوا عليهم هناك وزي الفل وكده. لحد هنا نقدر نقول ان احنا غطينا الثلاث نقط بتوع الديلي روتين: التكرار اللي هي بتتكون من الاتقان وتكسير الحواجز، الالتزام وان انت تلتزم بالخطه اللي انت حاططها لنفسك، وانه done is better than perfect، وثالث حاجه اللي هي القياس والتقييم ومراقبه التطور علشان تشوف انت بقيت واقف فين ورايح فين وجاي منين وكلام من ده. وبصراحه في حاجه رابعه بس هي مخصوصه شويه بفبراير، بما انه هو تحدي للناس العرب كلهم يعني، ففي هاشتاج معين بنكتبه او بنحطه مع الديزاينز بتاعتنا. فابتدينا شبكه العلاقات تتوسع ونكتشف ديزاينرز جداد ونتعرف على فنانين جداد. ده بدوره بينقلنا للحاجه الثانيه اللي هي فكره ان في بقى تغذيه بصريه كتير كل يوم. في ايام السنه العاديه مثلا بيبقى في العادي في 2 3 ديزاينرز انت متابعهم مهتم بيهم بيكيفوك كده لما بتشوف الديزاينز بتاعتهم، لكن لما الموضوع يكون بقى عدد ضخم جدا من الديزاينرز بينزلوا كل يوم نفس الحاجه اللي انت شغال عليها كمان، فده بيبقى فيه تغذيه بصريه قويه جدا للواحد يعني. دي كده كانت فايده اخيره لحبراير الصراحه، ويعني مبسوط جدا بالتجربه دي. والصراحه يعني هو بعد ما تحدي حبراير خلص بقى في اعراض انسحاب كده، اللي هو انت كنت كل يوم المفروض انك تعمل ديزاين وكل يوم في حاجه شغلاك وهعمل ديزاين امتى وهنزل الساعه قبل الساعه 12 وبتاع، وبعدين مره واحده هس خالص مفيش، انت مش مطلوب منك حاجه اليوم فاضي. الواحد كان مفتقد حبراير جدا بعد ما خلص. بس عموما احنا ممكن نستغل الفتره دي يعني، بما ان احنا دلوقتي قاعدين في البيت يعني كلنا قاعدين في البيت، ها ستي ات هوم، محدش ينزل بره البيت، حط لنفسك تارجت ان انت تتدرب على حاجه معينه، سواء انت بقى رسم، ديزاين، خط عربي، ايا كان الحاجه اللي انت عايز تتدرب عليها اعملها كل يوم ايا كانت النتيجه بتاعتها ايه، شيرها مع اصحابك، خد رايهم واستفيد منهم وكده. وبس ده تقريبا كده الفيديو بتاع النهارده. اتمنى تكونوا انبسطتوا بالفيديو ده. قولوا لي في الكومنتس ايه تاني فيديوهات عايزيني اعملها الفتره اللي جايه، مواضيع بشكل عام يعني. لو بصيتوا على الهيدر بتاع الشانل عندي هنا هتلاقوا في كلام كتير كده، مواضيع كتير انا بحبها او حاجات انا مهتم بيها. لو حابين ان انا اتكلم عن اي حاجه فيهم هكون سعيد ان انتوا تقولوا لي ده في الكومنتات. ولو برضو عايزين فيديو كيو ان اي او اسئله واجوبه قولوا لي برضو في الكومنتس، يعني نعمله امتى، عايزينه قريب ولا ممكن ناجله شويه ونتكلم عن حاجه قبله، قولوا لي برضو. شاركوني بارائكم في الكومنتات. وحيث ان اكتر من 50% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات عندي مش مشتركين في القناه، فاتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه. احنا خلاص داخلين على 10000 سبسكرايبر، عايزين نجيبهم في اسرع وقت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو ده مع الناس اللي ممكن تستفيد، وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهات جديده اول ما تنزل باذن الله يعني، ربنا يكرم. وتقدروا تتابعوني على حساباتي على السوشيال ميديا، هتلاقوها تحت في الديسكربشن: فيسبوك، تويتر، انستجرام، انستجرام تاني بيهانس. انا كده تقريبا خلصت، خلاص مفيش حاجه تاني، حاجه تانيه تقريبا لا. سلام. في بقى الناس بتعمل ديلي روتين بقى سكين كير روتين. والله ينفع سلوجن حبراير، حبر فبراير اعلان. يعني اتمنى ان انت تشترك، لان في اكتر من 50% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي مش مشتركه في القناه، يا بهوايه تشتركوا في القناه.